طابت أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم من واقعنا. يتفاقم عدد حالات الطلاق في بلادنا خاصة في السنوات الأولى من الزواج، قد يكون ذلك لعدم قدرة أحد الطرفين أو كليهما على مواصلة الارتباط أو لأسباب أخرى. ولهذا ظهر مؤخرا مشروع لبنى للتأهيل الزوجي في محاولة لتمكين المقبلين على الزواج من المفاهيم الضرورية التي تضمن استمراره. سامية عتمانية والتفاصيل في هذا الربورتاج. حالات زواج طلاق بعد فترة قليلة من الزواج، راهي المحاكم راهي معمرة بهذه الحالات، راهي مرتفعة كثيرة والله العظيم. إحصائيات تقول بدي الرقم راه في المستوى التصاعدي. رانا قاعدين نشوفوا ديجا في نسبة الطلاق في الجزائر، في البلدان العربية الجزائر نسبة الطلاق فيها مرتفعة بزاف. الناس تتزوج تلقاه باغ اكزومبل الزوجة تاعو عرفها خمس سنين، نهار يتزوج في شهرين يطلقوا. بلغت نسبة الطلاق في الجزائر مستويات قياسية، كنا في السابق نتحدث عن 50,000 حال طلاق سنويا، الآن هذه النسبة وصلت إلى الضعف في سنوات قليلة. مؤخرا فقط أعلن وزير العدل أنه في 6 أشهر من العام الماضي حوالي 40,000 حال طلاق. الجزائر بدأت تسجل في قائمة أعلى الدول تطليقا في العالم. لا يختلف اثنان عن الارتفاع المهول لحالات الطلاق في الجزائر، وأهل الاختصاص يؤكدون أن أحد أهم أسباب الطلاق أغلب حالات الطلاق تكون خلال السنة الأولى من الزواج، مما يدل أن الطرفين كانوا أصلا غير مؤهلين لتحمل مسؤولية الزواج. أما آن الأوان للعمل جدياً على تأهيل المقبلين على الزواج وشرح حقيقة منظومة الزواج ومقاصده. لبنى هي مشروع طموح للتأهيل الزواجي، خصصت دورتها الأولى لتكوين المرشدين الأسريين الذين بدورهم يقومون بتكوين المقبلين على الزواج. هي الفكرة مستمدة من دولة ماليزيا، فقط نحن في جمعية حورية المرأة الجزائرية أضفنا بعض القيم المضافة للمشروع، ألا وهي تدريب وتأهيل هذه المدربين، ثم هم يشرفون على التدريب، كذلك يقومون بعملية المرافقة والمتابعة لهؤلاء المقبلين والمقبلات. إلى حد الساعة تم تكوين وتدريب 200 مقبل ومقبلة على الزواج عبر 14 ولاية. دربنا فيها مرشدات اللي هما يدربون المقبلين على الزواج حول أهم مشاكل الحياة الزوجية، خاصة مشاكل الحياة الزوجية في عامها الأول التي هي سبب أساسي في حدوث كثير من الطلاق. المشاكل الأولى اللي هي تفكير الزوج والزوجة، يعني كل واحد وعنده طريقة تفكير. أنا كمدربة وهذا في المشروع تاع لبنى ننادي بتأطير الشباب والشابات لحياة زوجية، يعني تفهم شاهي الحياة الزوجية. في كثير من بناتنا لما تبغي تتزوج فقط تشوف اليوم تاع العرس تاعها، كيفاش رايحه تشري لبسه، واش رايحه تشري شهره، واش رايحه ولا فراش ولا، ولكنها الحياه مستمره، لازم تكون الانطلاقه صح باش تكون الحياه صح. انا خاطب يعني مقبل للزواج، راني احضر الكتب المطالعه، راني ندير دورات في هذا المجال. يعني هذا هو المفروض يكون هكذاك، ماشي يعني غالبيه المجتمع ولا الفكره الخاطئه عن الزواج انه تسيب المجتمع واش يدير، يحضر بزاف، يهتم بالخزعبلات هذو، بالحفلات، بالافراح، بالمناسبات، شريوا الحلوه، شريوا القاطو، ومن بعد في الاخير تلقى السكنه والموده والأهداف الأساسية للزواج ولا المطالب الأساسية للزواج
ماشي محققه. انا انسانه متزوجه وام لطفله، جيت باش نصحح المعلومات تاعي عن الزواج، جيت باش نشوف اسكو المسيره تاعي في الزواج راهي مسيره صحيحه وراني في الطريق الصحيح او راهي مسيره خاطئه، يعني باش نصحح. وكانت يعني دوره رائعه جدا. علاش كانت رائعه؟ لانها صحت لي بزاف امور، والحاجه اللي اثرت فيها بزاف واللي خلاتني نحمد ربي لاني جيت لهذه الدوره ممتنه جدا، انه كنت راح نحبس الرضاعه الطبيعيه، كان عندي افكار خاطئه جدا على الرضاعه الطبيعيه، وفي الحقيقه حسيت بهذاك العيا، لكن خلاو لي مشروع لبناء، خلاو لي اثر انه خليت بنتي ترضع حتى العامين والحمد لله. انا الزوج تاعي شويه يغضب، وفي هذه الدوره درنا كيف نحل المشاكل الزوجيه، وقلنا وعرفنا باللي الانسان باسكو قرينا سيكولوجيه الرجل وسيكولوجيه المراه، يعني عرفنا الاختلاف اللي كاين ما بين الرجل والمراه. وعرفت في هذه الدوره ان الانسان كي يغضب لازم نسكتو ونخلوه، من بعد نهضروا معاه. وكانت بمثابه تغيير كبير في حياتي، باسكو وليت نخليه نسكت من بعد نهضر معاه، وكان امر يعني رائع. نقول لك هذه الدوره واش حدير، حتكون عندك مصباح تمشي به، مصباح الطريق مظلم، وهذا المصباح حينور لك كاع الطريق، حيكون عندك حقيبه كل ما توصلي الباب مغلق تجبدي هذاك المفتاح وتفتحي وتمشي، يعني حيسهل لك الامور بطريقه رهيبه. الركائز الأساسية لبناء أسرة مسلمة سوية هو ما يركز المختصون على تلقينه للشباب المقبل على الزواج. في بالكم ما هي الأسئلة اللي لازم تطرحوها على الإنسان هذا اللي تقدم لخطبتكم، اللي راح يكون شريك الحياة في المستقبل، حتى تحدد هل توافق ولا لا على هذا الشخص اللي مات؟ ممكن نسأل على مبادئه، القيم تاعو، افكاره، دينه، صلاته، سدا كاين عده اسئله ممكن. ممتاز جيد. باش نقول على نفسي اني انا عندي صحه نفسيه، انا اتمتع بصحتي النفسيه، واش لازم يكون؟ اعطوني تعريف وجيز. نور. صحه نفسيه انه يكون الانسان ولا الفرد متمكن من معرفته الشخصيه لنفسه، ويعرف طموحاته، ويكون متقبل كل النقاط المتواجده على شخصيته. التعرف على الذات هي مهمة جدا. ما هي أهمية التأهيل الجنسي؟ أهمية أن ناخذ العيد من أهل العيد. ممتاز. فما رأي الجزائري في مثل هذا المشروع؟ لدمي أنا كشاب وما زلت يعني ما تزوجش، كي نشوف موضوع كيما هذا ولا نشوف مؤسسات كيما هذوما بيان سور نفرح بهم. تما انا مع انه يكونوا هذوما الحوايج. لا فيها واش يقول ربي، والراجل المراه تاع راجلها، والراجل يصون مرته، ويكونوا اسره مليحاني معاها. هذه المؤسسه حاجه مليحه انه تعطي الحقيقه تاع الانسان. الزواج هذا كيفاش يكون؟ باللي الزواج هذا كما يقولوا راهي شراكه، وراهي كما يقولوا تضحيات. بالنسبه للمؤسسه اللي راكي تقولي عليها لتاهيل الزواج، هذا شيء جميل جدا. يعني شحال رحنا محتاجين لهذه المؤسسات هذه، لانه الشباب سواء الذكور او البنات يعني محتاجين لتكوين. احنا الان مثلا في زمن العصرنا، في زمن تطور الانترنت تو حقيقه، افكار بزاف تاع ناس بزاف، كتب بزاف مثلا تاع النفسانيين بزاف، كل واحد عنده الفكر تاعه، كل واحد عنده الجانب تاعه اللي قاعد يدافع عليه، راح تخلط عليه النهار يلحق يتزوج يلقى باللي راسه ديجا مخلطة عليه في الكوتي هذا، مش راح يلقى كيفاش يتعامل مع الزوجة تاعه، كيفاش راح اكيد خبراء، مصدر تاع الناس خبراء في الـ في الـ في الجانب الاسري، خبراء في الـ في الـ في الجانب النفسي. انا من ولاية غردايا، قبل المؤسسة هذه عندنا مؤسسات يعني يستكلفوا بالابن حتى يبدا الصالات، يعني عمر 11 الى 12 سنه، وكذلك البنت، ومن بعد يزيد يكبر يوصل الى عمر الخطوبه، هذه عمر الخطوبه، فيديروا لهم تكوين في الذكر وحده وكذلك الانثى وحده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالنا اختاروا لنطافكم فان العرق دساس، يعني كيفاش راح تخير هذه خطوبه. هذه المؤسسه هذه كاين فيها دكاتره يتكلموا على الطب، وكاين فيه فقهاء يتكلموا على الشرع. نبارك هذا المسعى كقانونيين وكمحامين، لانه هذا سيخفف كثيرا الضغط الحالي على المحاكم. فلا يعقل انه كل من يريد ان يسوق عربه او مركبه او سياره يخضع لدور التاهيل في السياقه، اما من يبني
يبني أسرة كاملة فلا يشترط عليه ذلك. لهذا يجب أن إضافة إلى وثيقة الخلو من الأمراض أن تكون هناك وثيقة إجبار على الحصول على دورة تكوينية في التأهيل للزواج. لكن حتى مع وجود مثل هذا المشروع الهام، هل ما زال الأولياء يلعبون دورهم في توعية وتحضير أبنائهم لخطوة هامة ومصيرية كخطوة الزواج؟ أنا دائما أتكلم معه وأقول الزواج مسؤولية. أول حاجة باش دير أسرة لازم تكون تخدم، هذه أول حاجة. ثاني حاجة تعرف إيش تتعامل المرأة ديالك، لازم ليونة شوية عليك شوية عليها، كيفاش تبني أسرة، كيفاش دير أطفال، وهذا الأطفال كيفاش تكبرهم، كيفاش تقريهم، كيفاش تخرجهم صالحين، يعني هي مسؤولية كبيرة. شوفي كيما راني نعامل في باباك عامليني، كيفاش تمشي أسرتنا أمشي مع أسرتك، لازم تقدري الناس وتحترمي مولا بيتك وتعاملي. شوفي أنا دوكا 13 سنة قرايتك ودينك شرع ربي احترام الناس، تعرفي حقوقك وواجباتك من دور. من دوك ننصح بنتي كيفاش تهضريها، كيفاش تخدميها، كيفاش تعامليها، كيفاش لازم. يشوف الزوجة صالحة، يشوف زوجة صالحة، يشوف الزوجة للأهل مربيين للأب حاكم المسؤولية، والزوجة اللي واعية. قبل ما يروحوا إلى الزواج، قبل ما يلتقوا لازم تكوين هذا الذكر، لازم يعرف ما هي الأنثى في يعني طبيا فيزيولوجيا وكذلك فكريا، لازم عليه يعرف. وكذلك البنت لازم تعرف هذا الذكر يعني فيزيولوجيا وكذلك فكريا. هذه حاجة كبيرة، حاجة مهمة. يعني أنا فاجأتني كي عاد كاين مؤسسات هكذا، يعني ما شاء الله احنا نباركوا لهم ونطلبوا من السلطات حتى يدعموهم، لأنه هذا مهم جدا. على بالك راح بهذا المؤسسات هذه يسهلوا للشباب للزواج وكذلك ينقصوا الطلاق. التأهيل الزواجي يبدأ أساساً من الأسرة التي يجب أن تتضافر جهودها مع هيئات دينية كالمساجد واجتماعية كالجمعية المتخصصة وصولاً إلى هذا المشروع الواعد الذي أثبت فعاليته في دول عدة على رأسها ماليزيا التي انخفضت نسب الطلاق فيها بشكل ملحوظ جداً، وهو ما يشجع الآن وقبل أي وقت مضى على تبني هذا المشروع الذي من شأنه بناء أسرة قوية وبالتالي مجتمع قوي ومتماسك. ما تنسانيش، هي جمعية تتكفل بمساعدة مرضى الزهايمر والباركنسون. المبادرة تعتمد على تنظيم لقاءات دورية يقوم من خلالها أطباء مختصون بتوعية المرضى أو أقاربهم وتأهيلهم إلى التعامل الصحيح مع هذه الأمراض بأسلوب واضح وبسيط. وهذا يأتي في إطار الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في مرافقة المريض والتخفيف من وطأة معاناته. رتب أيتس علي والتفاصيل في هذا الروبورتاج. تحدي جرجرة هو عنوان كتاب لمؤلفته ليندا لونا. إصابتها بمرض الباركنسون المزمن جعلها تخوض مجال الكتابة والتأليف. Je fais le défi. C'est parce que je suis malade que j'ai eu du courage. J'ai cherché le courage et je l'ai trouvé. C'est un genre de défi. شكون اللي عاونك؟ شكون اللي عاوني؟ ربي سبحانه. Rien n'est perdu. Tout peut être rattrapé. On peut rattraper le temps. On peut rattraper sa santé. شي دي في ربي وتكلي على الله وتقدري ديري. نموذج آخر لمصابة بهذا المرض، السيدة وهيبة اختارت الجمعية الوطنية لمساعدة مرضى الزهايمر والباركنسون لتستفيد من تكفل أفضل. لي ميديكامون ديجا ما صبناهم شي، حوسنا بس صبنا. ومن بعد باش نقول لك استجي انا ميم خدمتي تو سا جو سوي 80%. Oh bon, quand j'ai trouvé le médicament grâce à un membre qui est avec nous, Wajab Houli, ça fait à peu près un mois qu'il m'a ramené une boîte d'yellow à Tahali. جمعية ما تنسانيش تحاول أن تقدم يد المساعدة لهؤلاء المرضى. ما تنسانيش أولا احنا كاع هذه كلمة تاع الصرخة تاع المريض.
سورتو لو مالان دالزايمر راح ينسى ينسى. وصانا قبل ما يبدا ينسانا كامل يقولنا ما تنسونيش، ما تنسانيش المريض، ما تنسانيش تتهلا فيا، ما تنسانيش انا بالك ننسى اسمك كله انت ما يلقش تنساني. هذه هي يعني الصرخه تاع المريض. هذا ما كان كسوا ميم لو مالاد دو باركنسون، المرض ماهوش معروف والناس ما تعرفش واش معناتها المريض باركنسون، يشوفوه يرعش فقط. هي شي مالادي نورو ديجينيراتيف الي تري غراف الي اونديكابونت، الانسان يولي ما يقدرش يمشي، يولي ما يقدرش يبلع، يولي ما يقدرش يهضر. كاين لي سيمتوم ما يعرفهم غير المريض. تشخيص المرض وطرق التكفل بالمريض هي أهم الصعوبات التي تواجه أفراد أسرة المريض. يقول العلماء باللي لو مالاد دالزايمر ينسى كلش غير الذاكرة العاطفية تاعو تقعد. صدقوني بالله أنا يما كنقولها حملاخ كم نحبك، صدقوني بالله ما تهدر، ما تقدر تاكل وحدها، ما تقدر تشرب وحدها، ما كنقولها نحبك أقسم بالله رعينيها يشعلوا بالفرحة. لا ميموار ايموسيونيل، الذاكرة العاطفية تقعد إلى الأبد. يوم تكويني نظم لفائدة الأطباء وعائلات المرضى والمرافقين الصحيين. بأسلوب بسيط وتطبيقي شرح الدكتور مراد كاشر مختص في أمراض الشيخوخة كيفيات التكفل والعناية بالمريض. فهم السؤال نصف الجواب. هالواني نعلمهم يفهموا شو هما لازم باش ما يتقلقوش على ولادهم. كي يعاود الهضره بليزير فاك ما تتقلقيش من هاد الاضطرابات، يقولوا لهم سلوكيه ولا اللي يديرهم باغ اكزومبل يضرب ولا يخمم بلي كي تسرقي فيه ولا كذا، باسكو حنايا سي لو سيرفو لي مقيوس الريزونمون، وين حنا في السيرفو تاعنا ناناليزيو ونقولوا هاد لا بيرسون مليحه لينا منا تتخلط له في السيرفو. كاين طالب كبير ان غون بوزوان، نعلموه ونقولوا له ما تقلقش رانا هنا نقدروا نعاونوك. اون في سكون بو افيك لي مويان دو بور اللي عندنا باسكو نا با لي مويان. الاضطرابات الارثوفونيه ترتبط دائما بمرض الباركنسون والزهايمر، الامر الذي يتطلب عنايه خاصه. كمختصه ارثوفونيه الدور تاعنا في مسرحة الأعصاب نديرو التقييم العصبي النفس عصبي، نديرو الاختبارات تسمى تقييم تاع الذاكرة، تقييم الوظائف المعرفية كامل، وندخلو تاني في تكفل اللي يكون هو لا سيمولاسيون كونيتيف التحفيز المعرفي. الهدف من هذا التحفيز المعرفي انه نعاونو المريض انه يستحفظ على القدرات المعرفيه تاعو، ونحفزوا الذاكره ونخدموا على واش قعد له كمعارف ولا لي كونيسونس اللي تعلمهم في حياته نسيو نستحفظوا عليهم قد ما نقدروا. عندي الام تاعي انا كي دياغنوستيكي براتيكمون دوبوي 2007، ماذا بينا هذه المبادرة ما تكونش الأخيرة، ماذا بينا من السلطات والمعنيين بالأمر المسؤولين يتهلاو في الجمعيات كيما هادو ما يديروا بمض، لأننا بحاجة ماسة إليها. أنا جيت مصطيف من أجل هذا اليوم بالذات تحديدا. هناك معلومات كثيرة لأول مرة نسمعها من طبيب في المجال ومختص وعنده خبرة يعني في وسط عيادي فرنسي. فهمت حوايج ما كنتش فهمتهم من قبل، كي نعرفوا لا مالادي نقراو عليها نفهموها، ومن بعدك اون جوج بلو ما نقدروش نحكموا عليه هذاك لو مالاد، اي اوسي لازمنا نساعفوا لي دون. التكفل الجدي بالمريض يحتاج الى تضافر جهود عده اطراف. دوفغي يدي ماشي غير باركنسون، هادو الزهايمر لي زوطر يعاونونا يديروا لي ستركتور. كاين الناس يحبوا يعاونوا، كاين الناس بينيفول يحبوا يديروا جهد في يعاون مين، وكان مورالمون والستاجير دي ستركتور كونسيرني يديروا دي زوندوا وين يقدروا يتلاقاو اون فوا باغ سومين يعملونا الخرجات. شوفوا عندنا اكبر واجمل مشروع تاعنا هو بناء مركز. الواحد يقدر يجيب باباه ولا يماه مريض الزهايمر، نجيبوه نديروا له تحفيزات معرفية، يشوف ناس كيما هو، يشوف يدير دي زاكتيفيتي، ولي دون هذاك يريح شوية، هذاك اللي راهو معاه مرافقه 24 ساعة على 24 ساعة راح يريح شوية، يقدر يخليه
في اليوم اكوي دو جور اكوي دو جور دونك النداء تاعي للمحسنين اللي قادرين يعاونونا عاونونا مع الاقل واحد هذاك اللي هم تهلي فيه يجي يريح خطره في الاسبوع شي خطرات في الاسبوع يقدر يروح. ايام تكوينيه مجانيه من شانها ان تخرج المريض واهله من دوامه البحث عن منفذ يخفف عنهم عبء المرض. تحت شعار غابة خضراء دائماً اختار مجموعة من المتجولين المتطوعين غابة أكفادو للتجول من جهة وتنظيف الغابة من نفايات الزائرين من جهة أخرى. مسار غابي يتجه نحو البحيرة السوداء المتواجدة على ارتفاع 1200 متر مربع ضمن محمية جورجرا بولاية بجاية. رشيدة معبود وتفاصيل أكثر في هذا الموضوع. هنا ببيت الشباب أدكار بولاية بجاية كان موعد اللقاء لمحبي وعاشقي غابة الأكفادو. اجتمعوا كلهم تحت شعار واحد غابة خضراء دائماً Forever. وعلى أنغام براعم الكشافة المتربصين ببيت الشباب كانت الانطلاقة نحو الأكفادو. جاء هؤلاء الجوال المتطوعون من كل حدب وصوب من أجل جولة استكشافية وتنظيفية أيضاً للغابة من النفايات التي يتركها الزوار هناك. غابة أكفادو سي البوموند الجزائري رئتي تاع الجزائر. دونك كونت اون ستريسي كيكون مقلق شويه في لافيل واش يجي يروح يجي للغابة. وبصح جو لونسي ان ابل ا تو لي جون كي باس بار لا فوري كي ترونزيت يجيو لهنا لأكفادو. اوني لي زانفيتي شي لي زانيمو انا ضيف عند الحيوان. دونك لازم نريسبكتيهم نقدروهم سي تادير دو فير دي روندوني بروبر. نجيو جلي دي بليزيور فوا قلتها ونزيد نعاودها نجيو افيك 4 5 كيلو دو بوف بالك الماكله اللي جبناها تلوثنا داخليا ما خمناش على رواحنا. بصح حنا واش نديرو نلوثو الطبيعه نخليو البلاستيك راكو تشوفو الجماعه صباح سي دي فولونتير جاو لهنا بشكاير نطمو شويه وافير لا روندوني بروبر. لا فوري هذه تاع الأكفادو سي كوا سون هيستوار. ما كاش جزائري اللي ما يعرفش واش معنات لا فوري داكفادو. بوركوا باسكو سي اون فوري هيستوريك كي ابريتي لا ريفولوسيون. كان هنا البوست تاع الكولونيل عميروش الله يرحمه. دونك سي اون فوري تري هيستوريك يا هيستوريك دوبوي بلوس دو 2000 عام 3000 عام. إليا دي فيستيج فوز افي فيزيتي دي فيستيج رومان كان دي فيستيج مسلمان دي فيستيج اسبانيول سي تادير سي اون فوري كي ا فيو دي سيفيليزاسيون باسي. كرا الاولى كاع لا فوري بور توجور لا فوري بور توجور سيدي حنا سيتي بور لا بروتيكسيون دو لا فوري تاع تاع لاكفادو. الحمد لله سمعنا ستاني ماشي سمعنا سي اوفيسيال ايزون لونسي ليتود تاع لا كلاسيفيكاسيون دو لا فوري داكفادو كوم بارك ناسيونال بروتيجي راهو في ليتود باسكو لاكفادو عنده دو ولايه تاع بجايه وتيزي وزو يا 60% دو بجايه و 40% تيزي وزو اي سونتان دو ليتودي ان شاء الله اون اسبير بيان كي لافونس رابيدمون. الو اليوم عملنا اون ديمونسيون كون لابيتود دو فير سي تادير افيك نو زامي لي روندونور باسكو نا كوميم دي روندونور تري بروفيسيونيل مسيو بوبركا مسيو سعيد اجو. دونك اون ا دي تيان اون فا فير اون بتيت ديمارش سي نيتوايي سي بور دير او جون لا فوري هادو كي تجيو سيل فو بلي غاردي الكنيس هادو في جيوبكم. فوز افي فيو دي جون كي نو اوكان انتيري سي بارتيكولي. اليوم تمشينا اونتر امي دايور افيك فو صحاب لو ان تي في اون ا مارشي بور نيتوايي سيلمون لا فوري اون ا في اون روندوني بروبر. وعلاش اون فا مونتري كاين بزاف تاع الكنيس وهاد الكنيس هذا فو بي يكون في لا فوري. بوركوا باسكو في لا فوري يا اون ديفيرسيتي فونيستيك اي اون ديفيرسيتي فلوريستيك سيدير كاين الشجر كاين الحشيش وكاين الحيوان. هذا الحيوان هذا اون فوا كي نوزا هو الحيوان اللي نولاس لا فوري تري تري بروب اون ابريسي لا فوري فيا واش كاين الداخل. الوغ سيل فو بلي اون لاس با الحيوانات هادو الكنيس تاعنا كون كارد الكنيس تاعنا في دارنا سي سكو ني تون تران دو فير اون تون تران دو روندر الكنيس لي زومان باسكو سي نو كي لافون دو سي. C'est pas en une journée qu'on peut nettoyer toute la forêt. La forêt est tellement vaste, voilà, qu'il y a pas mal de circuits. Donc les gens viennent, ils abandonnent leurs déchets. Parce qu'on risque de laisser un rien pour les générations futures, comme a dit le professeur Khodir Madani. C'est malheureux que quelqu'un ramène une bouteille
توزن 1.5 كيلو يشرب الماء تاعها تولي له 50 غرام ما يعاودش يقلبها معاه. سي فريمون جو تو با لي مو بور كاليفي سو جيست اي اون لا بور بروتيجي سيت فوري. نسدر ذا غيني باش كان نتوا باش كان سيرز الغابه غينيا باش كذا عايش انت الحيوانات باش كذا عايش انت وحي باش كان انحذر جوراغيا مدن قارنا سد يفسي البلاستيك غينيا كويتي تجان ذا الصاحة ذا يفسي ما ذا عطل ذا يلقى أن نقاذي منا أن روح أن أتدندم أتنير أش نخدم إعادة التدوير. بون اسا كينيا قلع ذا كينيا دونك نو سادا نسيز ديك الشطوح ثونا تا كينا باسكو خاطر شنو ولا طاس ضمان تتجان لعيبة ذا كينيا مي دروحن زارن لا ناتور تبروفيتيني تو مما راهي غالن مالوروزمون تتجان ذا كينيا دونك اسا كين فاسنر يوم ذاني سيدي بوين باش لا بروشين فوا ما دو غالنر ذا كان دفن ثونا تزديث. وقبل التوغل في الغابة يصادفك لأول وهلة الموقع الأثري الذي يرجع إلى الفترة الرومانية، وغير بعيد محمية الأيل البربري المحاطة بسياج طويل، ثم منابع المياه المنتشرة هنا وهناك وسط ديكور طبيعي خلاب. بدأ الجوال المتطوعون عمل التنظيف وجمع النفايات في أكياس وهم يمشون مسافات طويلة في طريق ذات دروب وعرة تحيطها أشجار الصنوبر الحلبي والأرز الأطلسي والتنوب النوميدي والبلوط الفليني، وتتكاثر فيها القرود من فصيلة الماجو والأيل البربري والثعلب الأحمر والكثير من الحيوانات البرية. وبعد ساعات من المشي على الأقدام يصل الجميع إلى بحيرة جولميم أفرغان البحيرة السوداء التي تعد جوهرة من بين الجواهر الفريدة التي تسخر بها غابة الأكفادو التاريخية التي تتواجد على ارتفاع لا يقل عن 1600 متر عن سطح الأرض، حيث تجلب السياح المحبين للطبيعة، ويقصد البحيرة عشرات العائلات القادمة من مختلف ولايات الوطن بحثاً عن الراحة والهدوء. فينالمون في اللاك لقينا براتيكمون لا ايتي ديجا نيتواي ما كاش بزاف، مي في الطريق يافي بوكو ديجي، وان شاء الله حنا سي اشاك فوا عاده اشاك فوا سي دي بروميير اديسيون دوزيام اديسيون اشاك فوا اون ايساي دابورتي كيلك شوز ان جيست اشاك فوا الناس اون سوليسيت لي جون ا فينير دي اسوسياسيون اشاك فوا اون نيتوا اشاك فوا اون سونسيبيليز اوسي سي دي اون سونسيبيليز دو مانيير وين لا بوبيل اون فا با لا ليسي سي جينا اون افي ليسكالاد هو دي ليسكالاد ماشي تاع لو تراجي فيلاج جينا اون ايو لوكازيون دو ريكولتي ان بو لي ديجي جو تروف فريمون مالورو dans une si belle nature. Et on a un peu mais alhamdoulilah le résultat on est là raison de la cadaya هذا المنبر جونجل اون لونس ان ميساج باش لي يجوا لهنا ميم هنا ولا في واحد واحد اخر بوشاوي ولا هما كي ياكلوا ولا يديو الزبل تاعهم معاهم هما يديو القمامه تاعهم يرفدوها معاهم ما يخلوش الحاله مسخه عندنا باسكو مليحه لينا مليحه لجينيراسيون راهم جايين شحال هي قاعد نعط في اللس ساكين نلعب ولاد نروح اقلع نروح دون فامي نروح دون مقرد يعني لي فامي انا نروح انت دي دقي في قايت انك روح دي جاي في زيزون غازون. كما تتسع هذه البحيرة لممارسة الزوار لرياضة ركوب الدراجات الهوائية ورياضة الجري أو المشي في المسالك الغابية التخيم وسط الغابة. وهكذا نترك البحيرة السوداء بغابة الأكفادو اللؤلؤة الطبيعية التي تسخر بها ولاية بيجاية، وكلنا أمل أن تبقى هذه اللوحة الفنية من صنع الخالق من دون أن تلوثها النفايات. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامجكم من واقعنا، شكر موصول مني ومن الفريق التقني والصحفي الذي أنجز لكم هذا العدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.